احتضنت نسمة آرت جاليري كعادتها أنامل فناناتها في معرض مبدعات بنسخته الثالثة الذي افتتحه رجل الأعمال محمد عبد الله الراشحي، حيث يضم المعرض 50 عملا متنوعا يعرضن من خلاله آخر إصداراتهن الفنية تحت سقف واحد. معرض مبدعات يقام بشكل سنوي، ابتديناه قبل 3 سنوات وهذه دورته الثالثة. السنة الأولى كان 36 فنانة، والسنة الثانية 80 فنانة، السنة هذه 50 فنانة من جميع مناطق المملكة. الحقيقة اللي تقدم المعرض تقريبا حوالي 200 وأكثر، اخترنا منهم 50 فنانة لأنه حبينا أنه يكون فيه مجال للوحات أنها تنشاف بشكل أفضل. معرض جميل متنوع المدارس، معرض مبدعات 2، وقبل كده صار معرض مبدعات 1. بصراحة يعني فوجئنا بقوة الأعمال، في أعمال جدا قوية وجميلة، والمساحات اللي عاملينها يعني ما شاء الله كبيرة على المبدعات، لكن أثبتوا هم أنهم فوق درجة المبدعات إن شاء الله. هنا نجسد حب ويعني عشق مدينة الطائف، وهي عبارة عن التراث، وهذا عشق المكان وتاريخ كبير. قصر شبرا هو نفس المكان ولكن التاريخ اختلف، هذا يعني قصر هو أكبر من معالم الطائف، أكبر مبرز يعني معلم كبير في الطائف، كثير تحدث عنه، وحبيت اني اشارك فيه في هذه اللوحه البسيطه. وكان هذا يعني عباره عن احنا نجسد حبنا للطائف واهم التراث واهم الاشياء التراثيه اللي في مدينه الطائف. باناملهم الذهبيه رسمت اللوحات وابهروا ضيوفهم بالابداعات. شاهد باهبري قناه السعوديه.